للعموم او عموما الحديث اكثر عن اداء الاسواق العالميه انضم الي من ابو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي على الاسواق في شركه اي دي اس سيكيورتيز. اهلا بك سيد نور. اهلا وسهلا. مؤشر نيكيل اليوم يتراجع رغم بيانات يابانيه ايجابيه، هل هي بسبب عمليات البيع الناتجه عن مخاوف المستثمرين من تقليص التحفيز النقدي في امريكا برايك؟ احد الاسباب نعم. بالتاكيد او التخوف من او اللي هو الموجود سبليت الان او نوع من عدم اليقين حول تخفيف تيسير الكمي او الابقاء عليه على ما هو عليه الان. في اخر استطلاعات للراي لرويترز شهدت فعليا نوع من السبليت او نوع من عدم اليقين بالفعل، شهدنا حوالي 22% يريدون او هناك برايهم يشير الى تخفيف التيسير الكمي في ديسمبر، 30% في يناير، وايضا اكثر من 30% في ما بعد مارس المقبل. هذه من جهه. الأخرى أيضا الأرقام الإيجابية التي أتت من اليابان بالتحديد لا تعطي، يعني تعطي من جديد نوع من التخوف بأن يكون هناك نوع من تخفيف أو نوع من عدم إضافة المزيد من التيسير الكمي في اليابان، لكن هو في النهاية من الممكن أن يكون تأثير وقتي فقط، لأنه طالما لازلنا هناك نشهد نوع من أرقام التضخم اليابانية منخفضة جدا، فإلى ذلك لن نكون بالفعل استمرارية بهذه الانخفاضات. أيضا لا ننسى أنه احنا في نهاية العام الحالي أيضا ديسمبر، وفي الغالب ما نشهد بالفعل يعني تقليص في زخم الأسواق وأيضا انخفاض في زخم الأسواق. يعني هذه المعنويات أيضا طالت المستثمرين أو المتعاملين في السوق الأوروبية في بداية التعاملات، لكن كما شاهدنا المؤشرات الأوروبية تعود لتسجل مكاسب إيجابية جدا حتى هذه اللحظة. كيف تقرأ تلك البيانات الأوروبية الصادرة اليوم وتوقعاتك لأداء هذه الأسواق خلال هذا الأسبوع؟ نعم، شاهدنا بالغالب انخفاضات بكل من معظم الأسواق الأوروبية. كانت أول أو أسوأ الأرقام أتت صباح اليوم من قطاع الصناعات التحويلية وأيضا قطاع الخدمات من فرنسا، شهد انكماش كلا القطاعين على التوالي، بالرغم من أنه شهدنا نوع من التحسن الطفيف بألمانيا، يعطي مؤشرات إلى تراجع أو إلى تباطؤ نوع من هذه القطاعات خلال الفترة الماضية. لكن أيضا من جديد لن يكون هناك في تحرك إلى الآن من قبل البنك المركزي الأوروبي على الأقل خلال الفترة الحالية. الأسواق في الغالب ما ستستمر في التداول في نطاق ضيق من الآن حتى يوم الأربعاء المقبل، حتى يتم الإعلان عن ما إذا سيكون هناك في تغير بسياسة الفيدرالي الأمريكي، وأيضا حتى نهاية العام الحالي لا نتوقع بالفعل تحركات كبيرة جدا على الأقل، إلا طبعا فيما لو قام الفيدرالي الأمريكي بالفعل تخفيف التيسير الكمي. طب في المقابل هل تتوقع أيضا استقرار في تحركات الدولار واليورو والين خلال هذا الأسبوع أو حتى موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي؟ في الغالب نفس الشيء، نطاق ضيق نوعا ما، لكن من جديد والشيء الأهم الفيدرالي الأمريكي، وإذا نظرنا للتاريخ إلى الفترة الماضية الQE3 تم الإعلان عنه في ديسمبر أو في 14 ديسمبر 2012، فهذا لا يعني أيضا في الضرورة أنه مع وجود أو نهاية العام الحالي أو نهاية في فترة نهاية العام أن لا يكون الفيدرالي الأمريكي أيضا أن يقوم بتخفيف التيسير الكمي. هناك نوع من الاحتمال لكنه يبقى احتمال ضعيف، كما ذكرت لك خلال الفترة الماضية منذ يونيو الماضي إلى الآن تخفيف التيسير الكمي الآن غير وارد لدى الفيدرال الأمريكي. ممكن أن الفيدرال الأمريكي يتكلم عن تخفيف التيسير الكمي لكنه لا يريد بالفعل تخفيف التيسير الكمي. على إثر هذا الكلام لن نشهد فعليا تحركات كبيرة جدا من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل أيضا، ومنها حتى نهاية العام الحالي. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities كنت معنا مباشرة من أبوظبي، شكرا لك. أعود إليك مروان وما تبقى لديك في النشر.